السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ده بارت 2 في المراجعة النهائية، مراجعة ليلة امتحان للصف الثاني الثانوي على قناة مستر محمد جيم. طبعا في الجزء اللي فات رجعنا اهم الفوكاب وحلينا جمل كتير جدا على الكلمات. في جزء شرحنا فيه الرايتنج وطريقة كتابة الاسي. النهاردة عايزين نشتغل جرامر. مبدئيا كده الجرامر هيبقى عندنا بطريقتين. لو انت عايز تتفرج على درس جرامر معين او حاسس ان في درس انت محتاجه، هتلاقي في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده كل المنهج مشروح، فيديوهات تفصيلية لكل يونت فيها الشرح التفصيلي لجرامر اليونت دي. انما لو انت تمام والدنيا معاك تمام، هتتابع معايا بسرعة ملخص الجرامر وحل الجمل اللي موجودة عندنا. بسم الله كده سنة تانية احنا كان عندنا يونت 1 بتتكلم عن الفرق بين استخدامات ماست واستخدامات هاف تو. زي ما احنا كلنا عارفين ماست يا شباب ليها كذا استخدام. ماست بستخدمها في حاجة اسمها الزام داخلي، انا لازم اطلع الاول السنة دي، يبقى انا ماست كام فيرست، لازم اجيب هدية لمامتي، لازم اتصل بصاحبي، ده اسمه الزام داخلي. بنستخدمها في انفيتيشن، دعوة تعالى اتغدى عندنا. بنستخدمها في النصيحة القوية، لازم تغسل ايدك قبل الاكل. وصيغة القوانين لما يبدأ الجملة بدرايفرز سواقي. هاف تو بنستخدمها في الالزام الخارجي، حاجة غصب عنك، لازم تطلع جواز سفر، لازم تلبس يا شباب يونيفورم في المدرسة، هاف تو او نيد تو. مع الهي والشي والات بتبقى هاز تو، دي تبقى نيدز تو. ده بالنسبة يا شباب للالزام اللي غصب عنك. طيب في عندنا يا شباب طبعا في حاجة اسمها الزام او عدم وجود الزام، دونت هاف تو او دونت نيد تو او نيدنت او دازنت هاف تو، براحتك. النهاردة اجازة، ما فيش شغل يا ابني، دونت هاف تو، انت مش محتاج تيجي، دونت هاف تو، عربيتك نظيفه. وده كله دونت هاف تو بتساوي نيدنت او دونت نيد تو، ومع المفرد دازنت هاف تو. اي الزام في الماضي هات تو، الزام داخلي او خارجي هات تو او نيد تو. طب ما فيش الزام، ديدنت هاف تو، امبارح كان اجازه، او ديدنت نيد تو، او ديدنت نيد تو. او بقى عندنا حاجه اسمها نيدنت هاف، بس ديدنت هاف مميزه شويه عشان هو بيكون الحاجة دي هو عملها وما كانش محتاج يعملها. طيب المستقبل will have to او will need to won't have to. طيب حاجة ما تعملهاش mustn't. unit 2 كان بتتكلم على الصفات، ادام يا جماعة مقارنة بين اتنين، as الصفة as ده تكون صفة اساسية، لو هما مش زي بعض ينفع not as او not so، ده في النفي بس. لو مقارنة بين اتنين، taller than younger than، طب صفة طويلة، more الصفة than او less الصفة زين. طيب الدرجة التالتة the tallest the youngest، طب صفة طويلة، the most و the least. كلما the more أو the less أو ER، the more أو the less أو ER. هو الأطول في الاتنين، يبقى the younger أو the taller of the two. في يونت 3 كان بيتكلم عن أزمنة المستقبل، استخدامات ويل، لو جاب لك تنبؤ بدون دليل، في ماتش النهاردة 1-0 يبقى ويل. أي حاجة فيها عمر إنسان، قرار سريع، اوفر، بروميس، ثريت، تهديد، طلب مؤدب، التحذير، بي كيرفول، بياخد ويل، اتوقع، تنبأ، بياخد ويل. طيب جوينج تو في حالتين، نيتك ناوي على ايه؟ هي دي نيتي، هي دي خطتي، انا ناوي بفكر اعمل كذا، دي جوينج، او تنبؤ بدليل، وقلنا الصفه الشخصيه مش دليل. المضارع المستمر لو الحدث ده مرتب له، خلاص هزور، ارنجت، بريبيرد، معايا تذكره، اجيب مضارع مستمر. طيب المضارع البسيط لما يكون جداول زمني. لما اجي الوم واحد، يا جماعه كان المفروض تعمل حاجه في الماضي، شود هاف وتصريف ثالث، ما كانش المفروض، شودنت هاف، ده يونت 4 بتساوي اوت تو هاف. كود هاف حاجه كانت ممكن تحصل بس ما حصلتش. طيب خدنا في يونت 5 سيم 2 يبدو، منت 2 لازم يجي قبلها ام ويز وار منت 2، وسبوز دي 2 لازم يجي قبلها ام ويز وار سبوز دي 2. بعد كده يونت 6 قاعده اف وحالات اف وكل الكلام اللي احنا خدناه. حالات اف يا جماعه كلها قدامك اهي، زي ما قلت لك ده ملخص للجرامر. لو عايز الجرامر الاساسي كل الكلام ده يا شباب هتلاقيه موجود عندك يا ابني تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، هتلاقي موجود كل الفيديوهات عندنا موجودة. طيب بسم الله I'm afraid you will، هنا will دي لازم يجي بعدها يا شباب، لازم will يجي بعدها مصدر،
ويل لازم يجي مصدر، فالمصدر الوحيد اللي ينفع اللي هو have to. يبقى عندنا كلمة ويل لازم يجي مصدر، يبقى have to، ما ينفعش واحدة من دول تيجي مصدر. Shall we do the washing tonight؟ واحنا لازم نعمل الغسيل النهارده، قال له وي دو ات توداي، تمور از هوليداي، يبقى احنا نيدنت مش محتاجين، اللي هي بتساوي دونت نيد تو. ماي سان فيل يسترداي، ابني عيب امبارح، كنت اي هاد تو ستي، كان لازم اقعد معاه. مش ما جايب اربع اختيارات غلط، هو كان لازم ان انا استي عشان جمله ماضيه. ناو ذات اي هاف بوت ا كار، دلوقتي انا شريت عربيه، يبقى انا نيدنت تو ووك، مش محتاج امشي. Parents leave their young children go out with bare feet، يبقى هم should never، عمرهم ابدا ما يسيبوا ولادهم يمشوا برجل حافيه. She's badly injured and هي متعوره جامد جدا، and is based on very soon or she will die. Has to be operated، لاجل ما تعمل لها عمليه، has to be operated on. You pay now pay tomorrow، مش لازم تدفع دلوقتي، ادفع بكره، يبقى انت don't have to. Little children ride a bike in the park، it's forbidden، ممنوع، mustn't. Mother bath the children more often in hot weather، should، يجب. We are short of time، عندناش وقت. We take a taxi، we must take a taxi، أو we have to. You bark here because no barking، يبقى you mustn't bark here. You too، أدام أجاب تو يا جماعة، مفيش اسمها should to، had better to، لا هي ought to، يجب عليك، you ought to. علي wasn't feeling well، علي مش كويس، ده في الماضي. His pace leave early wasn't، يبقى هو had to leave early. Do you، أدام أجاب do you يبقى لازم have to، ما ينفعش غيرها. Your post to، أدام هنا في to يا شباب، يبقى لازم يا جماعة، يبقى طبعا ما ينفعش have لأنه عايز has، يبقى ought to. He has an exam tomorrow so he study، عنده امتحان بكرة، يبقى هو must study. You speak so loud in class you mustn't. A lot of employees sometimes work at the weekend، ساعات في موظفين have to work، بيضطروا إن هم يشتغلوا في الويك إند. You bring a swimsuit I can lend you my، أدام هسلفك يبقى أنت needn't مش محتاج، لو كان don't need to كانت تمشي. You look at the sun it's bad for your eyes you mustn't. Which is the best masterpiece that you have ever seen، what is the most beautiful، الأكثر جمالا. This car expensive but one is the space of all، the most expensive of all، فيهم كلهم الأغلى، the most expensive. Mona is a space girl in her class, the most intelligent. This is the space book, that the thinnest book in the pearl. Thinnest باش ما بنضيف حرف T، يبقى thinnest book. Your parents were getting more and more worried، أكثر وأكثر قلقا. Your French is getting better and better، أحسن وأحسن. That is the biggest building I have ever seen، أنا شفته. Johnny, your exam is very far, the space of all, the worst of all. He noticed that there was a case his in he was like his or similar to يبقى the same as his يبقى like his own there. The Nile is best river in the world, the longest الأطول in Africa. Who is أيهما who is younger أيهما أصغر. Your homework is best علي، الواجب بتاعك يا علي هو the worst الأسوأ يا علي. خباك انا بكلم علي، ما ينفعش اقول ورث زين. These few weeks in the country were among the space in my life هم most the happiest. The restaurant will be this one here as good as كويس زي. The girl is pretty she is space زين her friends في عندي زين يبقى prettier زين اجمل من. The more كلما كلما the more one drinks the fatter one gets يبقى كلما كلما. You can all drink you want يعني عايزين تشربوا as much as much as you want. أحمد the exercises are of all in my opinion هما the best of all. We haven't got any tea okay I'll get قرار سريع. When are you leaving for Roma I speak tomorrow I'm going to leave نية ولا I'm leaving ممكن ما هنا الأحسن I'm leaving ده هغادر بكرة بعد الظهر. حاجة مخطط لها. Room with أو tomorrow with space of symbol we are visiting. The water is spoiling I'll turn off. There's a good match tonight. It starts جداول زمنية. There's not a cloud in the sky. مفيش ولا سحابة. It's going to be يبقى جاو تنبؤ بدليل. She's based tomorrow evening. She has picked خلاص يبقى she's leaving. Our plane at 5 o'clock يبقى leaves.
I can't visit you this evening. Sorry, I'm helping. عشان نتأسف بيعتذر. I'm helping. I miss my cousin at the weekend. I have arranged. يبقى I am visiting. I miss 16 will be عمري إنسان. He miss a doctor when he arrives is going to عشان his plan. Are you sure that he miss us night? يبقى will meet عشان sure. I can't see the match tomorrow evening. I will be revising. هكون بذاكر. مستقبل مستمر. I will be revising. I miss to the theater tonight. I have my ticket. I'm going. مع التذكرة حدث مخطط له. I think the exam will be تنبؤ من غير دليل. The cup is on the edge of the table. It's going to أفعال على وشك الحدوث. Our school is busy journey. Luxor next Saturday. مدرستنا is making حدث حاجة مرتب له. Don't phone after 10. I'll be having a shower. ندى here to send this hotel. ندى encouraged here. هو غلطان هو جايب advise تمشي الاثنين. She advised me to arrive. My partner warned me not to be out, sorry, to be careful of fast cars. You, your project area, you are so far behind. Should or ought to have, should have started. Where is Daniel? His base have been here half an hour ago. He could have been here. كان ممكن يكون هنا من نص ساعة. Where is Daniel? He could او هي شوت بقى يا جماعه هنا لو انا بتكلم عن نصيحه الافضل ودانيال فين ده المفروض يكون هو من نص ساعه هنا يبقى الافضل يا شباب يبقى هي شوت يبقى اختار هنا يا شباب يبقى هي شود هاف بين هير كان المفروض يبقى هنا من نص ساعه ثانك يو اتس ا فانتاستيك جيفت بات يو سو ماتش ماني اون يو والله شكرا جدا يو شودنت هاف سبنت ما كنتش محتاج تصرف كل الفلوس دي My parents encouraged me to do my best. My friend told me on the wall not to sit. Flowers shouldn't in such a weather shouldn't have been planted. ما كانش مفروض ان هو يتزرعوا في مثل هذا الطقس. Shouldn't have been planted. ما كانش مفروض يتزرعوا في هذا الطقس. Sorry, I know I best told you. آسف انا I know انا عارف ان انا يعني I ought to have told you كان المفروض اقول لك مستر ديفي been lazy as he worked hard الراجل ده يا جماعه يعني couldn't have been مش ممكن يكون كسول I'm sorry I ought to space on time sorry I ought to have come I wish I space meet you tomorrow could he this eggs when he went out but he didn't المفروض يا جماعه ان هو يعني should have bought اشتري هذه البيض لما يخرج هو كان شود هاف بول ذا تور جايد از بيس ذا تورست يبقى هو يا جماعه هنا ورنت تو ايز ويرينج ا نايس نيو دريس شي از بيس بيوتيفول شي سيمز تبدو نايس تشيلدرن سبوزد تو يوز ذيس ووردز ارنت سبوزد اول ذا انجرد كل المصابين از بيس تو بي يبقى سيم تو بي از بيس سليبنج ان هير بيدروم She is supposed to be مفترض انها تكون نايمة في غرفتها. The train to leave at القطر يا جماعة is meant. My meant to call you كان قصدها نية ان اتصل بيك. People supposed to smoke in train يبقى aren't supposed. You know you to smoke in the office يبقى you aren't supposed to. You to put your in sugar in my coffee. في عند جماعة هنا يعني you weren't supposed to. The weather is supposed to be hot tomorrow. The weather seems to. You make any efforts. You aren't supposed to. My mint is supposed to call. My teacher be happy with my new achievement seemed to be happy. If you face a problem, call the police. It's based your warning. We wouldn't have realized the danger. But for لولا تحذيرك عشان ده نوم. It's based having a car. We will be late for the show. Without having a car. It's based trains. We will go to the beach party if it rains.
علي has forgotten about the meeting his space or space remind him about it we should have I regret not I regret going on the journey by car I wish I hadn't gone هيتني ما كنت رحت بالعربية they wish they a bigger house had space you see here will you tell her to call me if ما فيش if هنا ده مصدر يبقى should The concert will be cancelled. Space we sell more tickets. Unless is Helen. I wish I space bigger house. I can't have. I wish I had. If only I space a little better, I could join the school team. Ethni, I will. طيب. I would have that mobile if I space enough money. I would have that mobile طيب يا جماعة الجملة 96 دي يعني هو مش محدد زمن الجملة ايه هل هي مضارع دلوقتي فبجيب وير ماضي ولا هي في الماضي عشان اجيب ماضي تام فاهم لخبطة المفروض اجيب وير طبعا عشان هو ماضي I'd have that mobile if I space enough money would have ده حالة تانية if I had if I space I use I'd beat if I wear space I known I would have help دي حالة تالتة بهات To a married next June, all is well for the wedding. It's getting. We'll visit you if he has time. They have low marks. They have studied harder. They should. It's forbidden to park your car here. You park here, you mustn't. Our house away for than yours, farther than. أبعد من. يبقى دي يا جماعة الجمل اللي احنا عايزينها في طبعا في مذكرة كلمات على الترجمة تبص عليها في طبعا رايتنج السي بس انا اشرح لك السي بشكل كويس فيا رب يا جماعة كل استفدتوا من الجمل دي مراجعة على الجرامر وان شاء الله تبقى حاجة مفيدة ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته